ننتقل إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبو ظبي المالي منخفضا بنسبة 0.41% عند مستوى 9807 نقاط، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية مليار درهم فاصل 239 مليون. من أصل 65 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 37 شركة، بقيت 11 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض والمواد الإنشائية نسبة بلغت 5.63% عند درهم فاصل 50، بينما ارتفع سهم أدنوك للغاز بنسبة 3% عند 3.68 دراهم. كما أغلق سهم أدنوك للحفر مرتفعا بنسبة 2.32% ليغلق عند 3.97 دراهم. بينما انخفض سهم شركة الاتحاد للتأمين بنسبة 10% عند 0.55 درهم. أما في سوق دبي المالي، فقد أغلق المؤشر العام منخفضا أيضا بنسبة بلغت 0.18% عند مستوى 4051 نقطة، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 539 مليون درهم. من أصل 38 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 11 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة، بقيت 7 شركات على ثبات. ارتفع أيضا سهم شركة بنك الإمارات للاستثمار بنسبة 11.21% ليغلق عند 119 درهما. كما ارتفع سهم شركة الإمارات للمرتبات بنسبة 9.43% عند 4.29 دراهم. أيضا ارتفع سهم شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 5.63% ليغلق عند درهم فاصل 50، بينما أغلق سهم شركة شعاع كابيتال منخفضا بنسبة 7.40% عند 0.40 درهم. ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية، أبدأ مع حضرتك أستاذ محمد من بورصة أبو ظبي، والتي استمرت في التراجع نهاية تعاملات اليوم. ما تحليل حضرتك أيضا لأداء السوق؟ يعني هو السوق طبعا من نقدر نقول إنه خد حركة صعودية طيبة، اخترق بها مستوى ال 9800 نقطة، وأيضا شهد السوق مع بداية الأسبوع كان أو نهاية الأسبوع السابق يمكن ارتفاع قوي، جلسة قوية جدا كانت من مستويات ارتفع فيها المؤشر من 9800 إلى ال 10000 نقطة تقريبا، كانت جلسة قوية جدا، ويمكن السوق بيصحح أو بيستوعب الارتفاعات دي وبيستوعب اختراق مستويات ال 9800 نقطة، ومن ثم ما دمنا أعلى مستويات ال 9780 نقطة بشكل كبير هنستهدف مرة أخرى قمة ال 10000 وال 10000 إلى ال 10150 نقطة مبدئيا. نعم، ده بالنسبة للسوق أبو ظبي. نعم، وبالنسبة للسوق دبي الذي تراجع اليوم، ما تحليلك أيضا لأداء السوق؟ يعني إحنا مش هنقدر نقول إن سوق دبي تراجع بنفس الشكل أو بنفس الشاكلة بتاعة سوق أبو ظبي، ويمكن من الأشياء الطيبة جدا اللي إحنا بنلاحظها دلوقتي في أسواق الإمارات هي تحرك السوقين بشكل إيجابي مع بعض. صحيح، إن ده ما كانش بيحصل في 2022، وطبعا ده شيء يدل على قوة السوق الإماراتي بوجه عام، ونقدر نقول إن سوق دبي أقوى كمان من سوق أبو ظبي في الوقت الحالي، وحتى التصحيح اللي بيتخذه فهو تصحيح أفقي وحتى في رينج ضيق جدا، وقد نشهد مع الحفاظ على مستويات ال 4000 نقطة العودة مرة أخرى للارتفاعات واستهداف مستويات ال 4200 إلى ال 4250 نقطة. نعم، برأي حضرتك لماذا سجلت أغلب الشركات المدرجة بأسواق الأسهم الإماراتية نمواً بأرباحها النصفية؟ يعني
يعني لا شك بالاخص اسواق الامارات وده بنشهده من منتصف يمكن العام السابق، الدعم الحكومي القوي استمرار في تهيئه السوق ان هو يكون افضل، دعم الشركات، اتخاذ القرارات اللي تساعد على مرونه السوق، فلا شك يمكن من افضل الاسواق اللي فيها تحسن في الشركات وفي ارباحها، وده ناتج عن حركه الحكومه الاماراتيه بشكل عام سواء في دبي او سواء في ابو ظبي، وبشكل كبير ده انعكس على الاسهم وهيستمر في الانعكاس مع استمرار الدعم والرؤيه الصحيحه و القويمة في دعم الشركات. نعم، أخيرا أستاذ محمد، ما توقعات حضرتك أيضا لأداء أسواق المال الإماراتية خلال الفترة المقبلة بشكل عام؟ بشكل كبير زي ما قلنا إن الأسواق كلها ما بتتحركش بعيد عن بعضها، يمكن الدولار بيتحرك بشكل إيجابي أو هو مش إيجابي، هو تصحيح للهبوط اللي حدث فيه، وده أثر على الأسواق بشكل عام. هنجد إن السوق السعودي أيضا هبط، هنجد إن السوق الكويت أيضا بيصحح، هنجد إن سوق أبو ظبي صحح صعوده، هو ما خصمش من أو ما دخلش في موجة تصحيحية، هو مجرد تصحيح لجني أرباح وليس إلا. وما دمنا أعلى مستويات زي ما قلنا وذكرنا مستوى ال 9780 نقطة بشكل كبير، هيستهدف مرة أخرى ال 10000 إلى ال 10350، وأيضا سوق دبي قد لا نشهد أيضا تصحيح، وهي مجرد حركة أفقية ما دمنا أعلى مستوى ال 4000 نقطة، ونستهدف مستوى ال 4250 نقطة. نعم، وضحت النقطة. بشكر حضرتك أستاذ محمد سنبل، محلل أسواق المال وعضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، على مشاركته معنا اليوم.